مرحبا بكم في حلقة جديدة في جانفي سخون بالأحداث. المعروف هو أنه ديما في ديسمبر وجانفي نتوقعوا برشا احتجاجات وتحركات في برشا بلايص في تونس. السنة بما أنه فما كورونا وشوف ربك سبحانه الدولة قالك 14 جانفي شدوا دياركم في حجر صحي ميني واختاونا من ماشي. شنو هسا الحكومة تستنى من قدام يا أخي جماعة جاوها من تالي. برشا جهات مرضتش بالحجر الصحي شامل وهبطت للشارع بشكل عنيف كيف ما شفنا في 2011. الأحداث اللي صارت الأيامات اللي فاتوا قسموا التوانسة لزوز. بين هذم يسرقوا ينهبوا ويخربوا مدفوعين راهو مشكون، وبين الاخرين اللي يقول لك العنف راهي فورمه نتاع احتجاج والناس راهي فلكتت وتعبت بعد 10 سنين نتاع حجره تهميش. برجوليه فما برشا ما يتحكي، وعلى ذاك برا جيب شربك واجا اركش خلي نفركوا الرمان. ايا خلينا نبداو نحكي في الكونتكست اللي صارت فيه الاحداث هذه. جانفي كيف ما تعرفوا هو مدخل العام الجديد وبرشا زيادات خاصه في قانون الماليه تبدا تطبق. برشا ناس خاصه في المناطق المهمشه تحسها ديريكتومون خاصه في الزيادات اللي تعملهم الدوله باش تعبي الكاسه نتاعها. مالنا شنو يا اخي تخسيبوا وش نبركوا على الغنيه وناخذوا معادهم الفلوس ابدا كي هو عندنا الزوال. جانفي زاده هو شهر البرد والكسيد وما فما حتى شيء. جانفي هو سيزون تاع البركه بالنسبه لبرشا عبيد في برشا مناطق. الصيف وخرج يعني لا فما لا تدبير راس لا تطير مصروف لا تفرهيد خاصه بالنسبه للمراهق. ولهنا نجيو للفعل الجديد في التحركات هذه اللي فارض روحه بقوه في الشارع. كي كليت معاها جمعتين التاني مع جمهور الافريقي يا اخي شكون توقع في اغلبيتهم اقل من 18 سنه. حسب الارقام والاعمار اغلبيه الناس اللي توقف في الايامات اللي فاتوا هما قصر اعمارهم اقل من 18 سنه. هذا اللي قالته وزاره الداخليه. واللي يحب يزيد يتاكد من الارقام يكلم 33 070. المراهقين هذم كبروا مع الثوره وتربيوا على شعار شغل حريه كرامه وطنيه اللي مقعد كان حبر على ورق وقت اللي الدوله كملت في اقصاء وتهميش مناطق عانيت 10 سنين من الحجر. وكمل شد عندك حسب احصائيات وزاره التربيه فانه كل عام 100,000 تلميذ يخرج من القرايه. اللي شيفر هذم يقولوا انه المنظومه التربويه والتعليميه ضربت وما عادش تلبي حاجيات الطبقات هذ. واضح برشا وانه الجيل هذايا ما عادش يمن بالمصعد الاجتماعي. ابريتو سي نورمال بما انه لاسانسور سوسيال تكسر. الشباب هذوما كبروا هما يراو في الاجيال اللي قبلهم يتظاهروا ويحتجوا ويمشيوا ويجيوا باش يطالبوا بخدمه والا تنميه للجهات نتاعهم. ووقتاش الدوله تسمعهم كان كيسكروا كياس والا يعملوا المشاكل. تولدوا وكبروا في سياق نتاع عرك بين السياسيين وغلاء معيشه وبطاله وناس حار. حتى لو كان عايشين لاباس ومش محرومين يحسوا اللي فما ظلم كل كبار واللي عيشتهم تنجم تكون مخيف. ريتو عوامل هذه كل خلت الناس تهبط للشارع في الشتاء هذا وزيد عليهم الحجر الصحي. واكيد كل ما تكثر القوانين والقواعد والريستريكسيون الانسان باش يلقى فلتة ويسكيفي بهم. كيف ما صار في 2011 وقت الدنيا كلها تسكرت ووقفت حتى اشعارا اخر بعد ما بدات تكره بعضها وتشعل في الجهات. اما هذا ما وقفش الناس انها تهبط تحتج وتظاهر كونتر سيستم حتى كان حب يضيق لهم ويوقف. وحسب ما عشنا الايامات اللي فاتوا فانه الوضع في 2011 كان يشبه برشا الوضع في 2021. تقريبا ما تبدل شيء. صحيح فما حاجات تبدلت على مستوى الدوله والمؤسسات وحريه التعبير، اما الحاجات اللي تبدلت ما حسهمش الشعب في حياته اليوميه وبالعكس الغلازه. يعني المطالب الاجتماعيه تقريبا نفسها، شغل حريه كرامه وطنيه، والعدو هو نفسه السيستم اللي تجسده شخصيه البوليس. نتشكل بكم التالي قبل ايامات من الاحداث هذه. نهار 9 جانفي جمهور الافريقي فلقت على حال الجمعيه وحلب باللعبه اللي ما بين وديع الجاري رئيس الجامعه والسلام السلام ومعاكم اخوكم عبد السلام رئيس الافريقي وهبط يحتج قدام الجامعه. هما خلطوا من هنا ويلقاو التعزيزات الامنيه مستقبلتهم بالاحضان من هنا ومن غاديك وبدا الكر والفر والمتراك والغاز واللي يتيح في دين الحاكم ما يترحمش. عملت ولا ما عملتش؟ توقفوا تقريبا 300 واحد منهم 200 تحت 18 سنه وهزوهم للثكنه وخليهم للبرد حتى يكش النص الليل. كالعاده الامن في خدمه المواطن وتوفير الراحه والاستجمام. تك تك فيس عفيس عدارة تصور الفيديوهات على الفيسبوك ولا الحديث على العركه بين جمهور الافريقي والحاكم. وهذه الحاجه اللي ضغطت باش الناس تسيبت والعائلات والمحامين سمعوا شنو صار. وهذه حاجه جديده في التحركات بعد الثوره. في 2011 ما كانش فما توثيق كبير للحاجات اللي قاعده صايره، خاصه وانه الفيديوهات والتصاور اللي هبطوا على الفيسبوك كانوا بكاليتي خايبه. اما يا حبيبي تو عندك جيل كبير مع الفيسبوك والانستغرام وتو خلط عليهم التيك توك. حسب المعهد الوطني للاحصاء عدد الناس اللي عندها انترنت في ديارها تضرب في 3 و95% من التوانسه تو ولات عندهم انترنت في التليفون. يعني ما فماش ما اسهل من انك تصور وتهبط. من جهه لجهه صار فما ايفي فيرال نتاع انتقال للمعلومه، وهذا كان من بين الاسباب اللي خلت الاحتجاجات تتنقل من بلاصه لبلاصه بطريقه سريعه برشا. اكثر من هذا المراهقين اللي قاعدين شادين تليفوناتهم في المناطق المهمشه اللي كيف اللي صاير فيها الاحتجاجات تقول لك يا اخي شبيني انا ما راهوش نحتاج كيف، وما فماش ما اسهل من ميساج في الميسنجر والا ستاتيو في الفيسبوك ولاد الحومه يهبطوا للشارع. اي جيل الفاكس هاو جيكم جيل النزله على التليفون وعينيك ما تشوف
تشوف الا النور. كي نشوفوا تصاوروا الفيديوهات بتاع شنيا تصاوروا كان تركزوا بالكدي تراو الشماريخ والفلام واللي هو معهم الفيرا. مانيش متاكد اما ممكن برشا وانه جروبات اللي ترا هي بيضها هابطه للشارع. وقت اللي للاحزاب للجمعيات للنقابات نجم تلم الشباب ذوما وتحركهم، يمكن الحاجه الوحيده اللي قاعده تنجم تلمهم وتحركهم هي المونتاليتي نتاع الموفما والفيراج. يا اخي في بالكم اللي اعوام الميكلو باش تعدي لكم بالساهل؟ باهي برشا وانت تتفرج نجم تقول لي مليح هي العباد فدت وفلقتت، اما علاش هابطت تو؟ ولهنا نجيو الخاصية شهر جانفي اللي هو شهر الغضب. شهر جانفي هو شهر اللي نقفوا فيه على اللي صار العام اللي فات ونخزروا للعام الجديد. بما انه تعودنا بالازمات فقليل برشا وين توسموا الخير في العام الجديد، وديما الواحد يبدا شدد قرد وساعات يصدم قبل ما ياكل الضربه. برا نرجعوا لجانفي 78، انا لمكنتي راني ما خلطتش عليه، اما كلنا سمعنا بكوب دي موت وكره التميمي على البار. 26 جانفي 78 هو اول اضراب عام اتحاد الشغل بعد الاستقلال، وكلت بعضها والدنيا خاضت والكرتوش يخيط والناس موتة وجرح. بعد بعامين في الليله بين 26 و27 جانفي عام 80 صاروا حوادث قفص، وقتها تلموا معارضين البورقيبه من القوميين والجوش وحبوا ينقلبوا عليه. يا اخي السيستم شد 11 منهم ونفذ فيهم حكم الاعدام. زيد نقدموا شويه في 3 جانفي 84 صاروا احداث الخبز، ونسوم الخبز زاد والدعم تنحى على المواد الاساسيه كيف السكر والخبز والزيت. الناس هبطت الظاهر في برشا بلايص من الجمهوريه، وصار تكسير وعنف وحرقان نتاع مقرات، والناس ماتت بالكرتوش الحي. حتى قبل الثوره بثلاث سنين صاروا احداث الحوض المنجمي في جانفي 2008، وبعد الثوره في جانفي 2018 تلانسيت حمله فيش تستناو. الحمله ذي هبطت تحتج على اجراءات قانون المالي، والناس هبطت تظهر وتحتج في الليل قدام وزاره الداخليه على زيادات وخصائص المؤسسات العموميه. وتو نلقاو رواحنا في 2021 10 سنين بعد الثوره، والناس هبطت بعد ما شافت شنو صار في 10 سنين هذوما وشنو اللي تبدل. الاهم الاحتجاج في حد ذاته هو الطريقه اللي تحتج بها. ثم ناس تحب تهبط تحتج بطريقه سلميه من غير تكسير وعنف وتخريب، اما ساعات فما ناس تهبط تحتج بطريقه اخرى وتفضل انها تواجه السيستم فاس فاس. السيستم حاجه سيمبوليك اللي تنجم تتجسد في شخصيه البوليس والا راس المال والا المسؤول المهم الحاجه اللي ما تشبهناش. السيستم اللي هي حاجه سيمبوليك واللي تنجم تتجسد في شخصيه البوليس والا المسؤول والا راس المال المهم الانسان اللي ما يشبهناش. وفما ناس تفضل تحتج بالطريقه نتاعها مش بالطريقه السلميه اللي وفرها لها السيستم. هذه هي تركينتنا لليوم، ان شاء الله تكونوا فهمتوا علاش الاحداث اللي صايره قاعده تصير ومازالت باش تصير. وكان عجبتكم الفيديو ما تنساش تعمل جيم، تعمل ابوني، تحط لنا في الكومنتير شنو رايك في اللي تقال، وهاو الانستغرام تاعي والانستغرام تاع نويت، وانا اشوفك في الفيديو الجاي. باي باي.